سو بنقول فاينلي وي ميد ات وي ميد ات. اول شيء كونجراتوليشنز، الف الف مبروك. ثانك يو ثانك يو على الفيرست اديشن. قديش كنا مستنيين، خصوصا يمكن انا على الصعيد الشخصي كنت مع شيرين خلال البروسيس. ماي سبورتر. يس. كم سنه صار لنا نشتغل على هذا المشروع؟ اوفر 15 ييرز ثينكينج اباوت ات. اخر سنه صار لي سنه ام وركينج سو هارد داي ان داي اوت. خبرينا اول شيء كيف كان البروسيس. اي نو بانه مر بمراحل كبيره وصار لك تشتغلي اكثر من سنه على فقط اختيار المواهب وتدريبها. يا هي اختيار المواهب لحالها كانت بروسيس كثير طويله، بيكوز نحن الديزاينرز الموجودين معنا ديزاينرز شابه واعده بس شابه وصغيره ولسه بمراحلها الاولانيه. سو كان الشغل معهم ات واز نوت فيري سموث. بدنا نورجي احسن شيء عندهم، بدنا نورجي اقوى شيء عندهم. فبلشت معهم من مراحل السكتشز، الانسبيريشن، حتى تنقايه التكستايلز لاخر مرحله اللي قبل ما يطلعوا على الرنوي. بس اتس ا بيوتيفول بروسيس بيكوز بعد ما شفتهم على الرنوي وشفت انجازاتهم ان قد وي مانج تو بوش ذم انهم يعملوا شيء اكثر، تحدوا حالهم. سيلكشن اعتمدتيها على اي اساس؟ اللي حسيتيه اوريدي جاهز، اللي حسيتي فيه اكثر من شيء اكثر من شيء. في عندنا ديزاينرز اوريدي اوايا واوريدي عندهم كولكشنز واضحه وصار لهم they've been designing for quite some time. على الاغلب هذول اللي كانوا على الرنوي. يت الديزاينرز اللي ما كانوا بنفس القوه جمعناهم بوان فاشن شو، لانه اي فيل انه السنه الجايه رح يكونوا جاهزين. فكان كان بدي اياهم بس يحسوا الطعمه شو هو الشغل that goes into being on the runway. سو جمعناهم in one fashion show. again الطريقه الثالثه اللي عملناها is having them بقلب الشورومز. هذول الديزاينرز اللي لسه it's a bit too early for them yet they deserve انهم يكونوا بجوردن فاشن ويك. سو وي هايلايتد اكثر من حد. الفكره انه to inspire them to show them how it works, كيف طريقة التفكير, and to go through the whole process. احنا اللي يمكن انا وكل الصحافة العربية والعالمية اللي كانوا موجودين اللي حبيناه اكثر لما رحنا شفنا الشوروم، هيدا البريق في عيونهم كلهم كيف مبسوطين وفرحانين وكل واحد بيركض عشان يفرجينا شغله. فهيدا كان 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 احساس رائع. That's what the platform is all about. Giving them hope. نورجيهم إنه في شيء هلأ رح يكون موجود. عم بيلتفت لإلهم. عم بيدعمهم. نحن مهتمين فيهم كتير. And from now on, this is just the beginning. صممت شيرين على أنه حتى العارضات يكونوا 50% من الأردن، شابات أردنيات وشباب، وال 50% الثانية بيكونوا من agencies عالمية. هذا كمان هي منصة وطنية تدعم كل المواهب الشابة اللي موجودة، بتساعدهم إنها تنمي أعمالهم وأشغالهم، وبنفس الوقت نسلط الضوء عليهم وبرضه نشجع المنتج الأردني. بعد هيدا الفاشن ويك بتحسي انه هدول الشباب اخذوا الجرعه الكافيه، انه كل واحد فيهم صار عنده فيجن، كل واحد فيهم صار عنده بوش سم هاو؟ اي ثينك انه الحماس فظيع. يو نو سو اي كان سي انه there are a lot more designers that are going to flourish. اللي موجودين رح يقووا كثير اكثر. يو سو هاو هابي ذي ار. وانا متاكده انه كثير اكثر كمان رح يكون في عنا، وهذا اللي بدي اياه. يو نو اي وونت كل الكرييتيف سيستم تبين بالبلد لانه كثير عنا منها، بس انتل يجي حدا ويدعمهم ويوجههم ما كان ممكن انهم يبينوا. بس هلا جوردن فاشن ويك از ذير اند وي ار اوبن تو اول اوف ذم. رح ندعمهم ورح نساعدهم ورح نشجعهم. اكيد. مين اكبر داعم كان لك بهذه الدوره؟ هيئة تنشيط السياحة أكيد، ووزارة السياحة. هني كانوا أول داعم اللي they believed بهذه الفيجن والميشن فور جوردن فاشن ويك، ومن غيرهم كان ما ممكن إن نكمل. طيب شو بتقولي لهدول التالنتس اللي كانوا معك بهالإديشن؟ بقولهم
It's because of them and it's because of their passion we made it happen. بقولهم أنا بوعدهم إنه بالسنين الجاي رح نكون أحسن وأكبر وأقوى كرمالهم هن. And I'm going stronger and bigger كرمالهم. مش عشان إنه أنت صديقتي بس I think هم they are lucky to have a mentor like you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. I love you. I love you all.